المدربين، مين المدرب اللي اثر فيك قوي؟ وغير طبعا الكابتن رفاعي هو اللي اختارك، طبيعي احنا عارفين، واول مدرب اكيد مرنك في اكيد في العمر السني بتاعك، لكن مدرب اضاف لك كتير. مثلا انت يعني انت انا اعرف انت بتلعب باك رايت وبتلعب ديفندر، مش كده؟ تواجد وفي مركز تاني تلعبه ولا مفيش؟ ممكن العب باك ليفت، ساعات بلعب باك ليفت، تلعب ساعات باك ليفت، وشفناك باك ليفت كتير، لعبت باك ليفت في النادي. صحيح، مين بقى المدرب اللي اضاف لك؟ انا بالنسبه لي يعني بعد كابتن رفاعي طبعا الكابتن سامح اسماعيل. سامح اسماعيل، سامح اسماعيل هو كابتن ايمن عبد العزيز بامانه، هم كانوا داعمين ليا. والكابتن سامح اول مدرب شافني مع فرقه ال2000 هو اللي صعدني 99، فمن هنا بقى بدات العب 99 97 على طول، فكنت دايما الكابتن سامح هو اللي داعم ليا والكابتن ايمن عبد العزيز على طول. انت لعبت اخترت مع كابتن رفاعي باك يمين ولا ديفندر؟ باك يمين. يعني انت اخترت باك يمين؟ باك يمين. انا مين اللي وظفك بقى ديفندر؟ انا كنت شاف فيك انا كنت مقومات اصلا الديفندر. كنت اصلا ديفندر يا كابتن في الانبي. انت بقى فلما جيت الزمالك الكابتن رفاعي قال لي عندي ديفندرات كتير، فتعرف تلعب مكان تاني؟ قلت له بعرف العب باك رايت. قال لي طب تمام اشوفك في الباك رايت. شافني في الباك رايت، انا كنت ماشي على فكره يا كابتن. ماشي يعني ايه؟ كنت ماشي من النادي. كابتن رفاعي لما شافني ديفندر قال لي انا في لعيبه كتير هنا ديفندرات، فمش هينفع تكون موجود معايا. بتعرف تلعب باك يمين؟ قلت له بعرف العب باك يمين. نزلت باك يمين تقسيمه، قال لي طب خلاص اطلع عندي. يعني انا كنت ماشي كان ما فيش فرق خمس دقايق يا كابتن، كنت خلاص مروح والله. والله. وكان والدي جاي من المنصوره عشان يمضي اصلا، كانوا مكلميني قبلها بيوم. كانوا مكلمينك قبلها طبعا عشان يمضي. فالكابتن رفاعي جه قال لي مش محتاج ديفندرات، انا عندي ديفندرات كتير. فهتلعب باك يمين؟ قلت له ماشي مفيش مشكله كابتن العب باك يمين. ولعبت باك يمين؟ ولعبت باك يمين، ولعبت في نادي الزمالك باك يمين اكتر من ديفندر كمان. وربنا يعني كانت التجربه جميله في الباك رايت، لان الباك رايت يعني تجربه ممتازه ليا بالنسبه لي، يعني اظهرتني في نادي الزمالك.